السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير. بداية جديدة ويوم جديد، اللهم لك الحمد والشكر، هذه نعمة من الله. طبعا راح نتكلم عن هذه سبحان الله اللي هم يسموها الموس أو الطحالب، سبحان الله الطبيعية اللي بتطلع هذه سبحان الله يا جماعة، بتظهر من الرطوبة العالية، طيب، وضوء شمس. نشوف إحنا الآن عندنا كذلك اللي هو عصر، سامعين الأذان، فبتظهر معانا مجرد ما يبدأ سبحان الله. حتى شوفوا لما يغيب عنها النور تبدأ تصفر. أنا الآن حطيتها مواجهة للشمس، سبحان الله بدأت تخضر معانا، تعطي اللي هو اللون الأخضر. طبعا هذه قبل كده تكلمت، أي حاجة نحطها على سطح النبات من فوق سبحان الله بتحافظ على رطوبة التربة، فما يحتاج إنه نعطيها ماء كثير. ثانيا منظر جمالي للحوض. ثالثا تمنع الحشرات عن الحوض. عندنا هذه ما شاء الله تبارك الله، عندنا هنا نخش في الداخل اللي هي الهديرة، شوفوا مجرد بعدها عن النور تبدأ سبحان الله اللي هي الموس هذه أو الطحالب تبدأ تصفر. مجرد شوفوا هذه جاي عليها النور، واضح عندنا كيف لونها أخضر سبحان الله. تبدأ هي سبحان الله هذه تظهر على الأحجار سبحان الله عندنا، وبتظهر سبحان الله على الأخشاب كذلك. شوفوا هذه عندي الحجر في الحديقة، طبعا بيضرب في النور، أنا الآن لأنه كذا جاي في ظهري الشمس سبحان الله كيف الخضار عندنا. هناك نيجي نشوفه اللي هو جزء شجرة عندنا كذلك مخضر. نشوف الجدار عندي سبحان الله أهو، بسبب هذا يجي عندنا قلنا ماء زائد ضوء، إذا كانوا الاثنين موجودين ماء زائد ضوء إيش بيصير؟ بيعطينا هذا الخضار. حتى لو نشوف الخزانات تبع البيت اللي عندنا فوق في السطح أو في العلية، بيعزلوها تماما بالبويات والهذا عشان لا توصل الإضاءة داخل الخزان، وإيش بيصير؟ بتظهر عندنا هذه اللي إحنا نسميها الطحالب، ما نحبذها إنها تظهر عندنا في الماء. نشوفها سبحان الله هي موجودة هنا. طبعا للتذكير فقط، الله يعطيكم ألف عافية يا رب، اللي حابب يتابع سناب شات تبعي أنا دائما بحطه في نهاية الفيديو، أو الانستجرام بعمل شروحات عن جميع أنواع النباتات الداخلية أو الخارجية، ويدعمني صفحتي الله يعطيه ألف عافية، سبسكرايب، يفعل الجرس، ويعطيكم ألف عافية عشان يجيكم كل جديد، وحياكم الله.